الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك والملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على قائد مسيرتنا وزعيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخانا فاتح الربيع، أخانا وكل الإخوة قادة حركة النهضة، أيها السادة والسيدات، زعماء الأحزاب، ممثلي الصحافة، أحييكم بخير التحية، تحية من تونس الخضراء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لحقا لا سعيد بحضور هذا الحفل البهيج الذي ليس حفلا لحركة سياسية فقط، وإنما هو احتفال بمعنى عظيم، معنى الوحدة الوطنية واجتماع الشمل، باعتبار ذلك شرطا من شروط النهضة. فالتحية لكل إخواننا في حركة النهضة، شقيقة النهضة التونسية وتوأمها. والحقيقة أن الجزائر سابقة إلى هذا المفهوم وإلى هذا المعنى، فنحن تتلمذنا على صاحب شروط النهضة شيخنا مالك بن نبيل رحمه الله. كنا في بداية السبعينات ناتي للجزائر لحضور ملتقيات الفكر الإسلامي، وكان نجمها شيخنا مالك بن نبيل رحمه الله. كنا نتعلم عنه شروط النهضة، ولم يكن هذا التبادل أمرا عارضا، بل هو أمر أصيل. فالشيخ بن بديس رحمه الله تعلم في الزيتونة، ومؤسس الحركة الوطنية في تونس أصيل من أصلاء الجزائر، هو الشيخ الثعالبي، وهو من أصل جزائري، وكان من الشباب المؤسسين للحركة الوطنية الأستاذ أحمد توفيق المدني، أيضا جزائري، وكان وتحول بعد ذلك، أصبح وزيرا في أول حكومة أظن من حكومات الجزائر. الروابط إذن بين النهضات، النهضة التونسية والنهضة الجزائرية، روابط عميقة ولا تزيدها الأيام إلا قوة وشدة إن شاء الله. نحن لا نزال لم نخرج من النهضة، من النهضة التونسية إلى النهضة الجزائرية. أمتنا حتى الآن لا تزال تبحث عن شروط النهضة، وإن شاء الله عبر هذه الحركة وأمثالها تلتقط الخيط وتسير على الطريق المستقيم إن شاء الله. من شروط النهضة الأساسية لا شك الحرية، وأمتنا ناضلت نضالا مستميتا من أجل الحرية. كل شبر في هذه الأرض المباركة ينطق بأنها هنا شعب ضحى بالملايين من أجل أن ينتزع حريته وانتزعها. فالرحمة لكل شهداء الجزائر ولكل شهداء الثورات التي سارت على نهج الجزائر في التحرر. نحن نعتبر أن ثورات الربيع العربي تسير في نفس الطريق، توفير شروط النهوض، ومن شروط النهوض التحرر من القمع، التحرر من الغزو الأجنبي، من الهيمنة الدولية، ومن شروط النهوض تحقيق الوحدة. هنا مشهد في هذه القاعة، مشهد من مشاهد الوحدة بين أحزاب وتيارات تبدو مختلفة ولكنها مؤتلفة
حول معنى الحرية ومؤتلفة حول معنى النهوض. لا يمكن لأمتنا أن تنهض دون أن تحقق السلم داخلها، ولكن السلم الذي هو شرط السلم الداخلي، المسلمون أبناء الوطن الواحد ممنوع عليهم أن يتقاتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معنى ذلك أن السلم باعتبار شرط من شروط النهوض ينبغي أن يتحقق في الأمة، ونحن نهني الجزائر الشقيقة بما تحقق فيها من توافق، من توافق وطني وسلم، وسلم اجتماعي. نحن نعتبر أن ذلك شرطا من شروط النهوض، ولكن الوحدة التي نطلبها اليوم في تونس، الوحدة الوطنية، وحدة نريدها أن تمر عبر التوافق الوطني. الحرية من الغزو الأجنبي تكون بالقتال، بالجهاد. داخليا ينبغي أن تتم الحرية وأن تتم الوحدة عن طريق التوافق الوطني. لا يكفي لنحكم بلدا في مرحلة الانتقال الديمقراطي كما هو حالنا اليوم في تونس، لا يكفي أن يحصل حزب على 51%. في الأنظمة الديمقراطية العادية التي ترسخت فيها قيم الديمقراطية يكفيك 50.01 أن تحكم، أن يكون لك حكم شرعي. لكن في مراحل الانتقال الديمقراطي التي نعيشها اليوم نحتاج إلى أكثر من ذلك، نحتاج إلى ليس مبدأ الأغلبية فقط، وإنما مبدأ يقترب من الإجماع عن طريق البحث عن توافقات. نحن اليوم في تونس، إخوانكم في تونس ينتقلون من مرحلة كان البلد فيها يشبه ثكنة يديرها شرطي، كان يتحقق السلم الاجتماعي بهذا المعنى، لكن الشرطي هرب والثكنة سقطت والشعب اليوم حر. الحرية ليست أن ندير أمورنا، أن نحقق الوحدة الوطنية عن طريق الحرية. هذا الأمر ليس بالأمر السهل، هذا يحتاج إلى تأصيل ثقافة الحرية وثقافة الديمقراطية وكرامة الإنسان وحرية الأفراد وتكوين الأحزاب وحرية الإعلام. هذا يحتاج إلى التدريب على الحرية، إلى تأصيل ثقافة الحرية حتى تكون وحدتنا ليست وحدة من طريق القمع والرعب، وإنما وحدة عن طريق القناعة وعن طريق الثقافة وعن طريق الاحترام المتبادل. ولذلك اليوم عالمنا منقسم إلى العالم العربي بين وحدة متحققة من طريق القمع، وأخرى نريدها أن تتحقق من طريق الحرية. نحن باركنا الوفاق الوطني في الجزائر الذي وضع حداً للتقاتل، لأن التقاتل بين المسلمين حرام، التقاتل بين المسلمين ممنوع. نحن مدعونا جميعاً إلى أن نحقق بإرادتنا الحرة، أن نحقق حرياتنا، أن نحقق عن طريق البحث عن توافقات تنقلنا من وحدة وطنية قائمة على الرعب والخوف إلى وحدة وطنية ضرورية شرط من شروط النهوض، ولكنها قائمة على مبدأ الحرية. أحيي مؤتمركم، أحيي جمعكم، أحيي العلاقات التاريخية بين القطرين الشقيقين، وليس بين النهضة التونسية والنهضة الجزائرية فقط، وإنما بين القطرين الشقيقين. أؤكد لكم بأن هذه الوحدة اليوم بين التعاون بين تونس والجزائر شعبا، تونس تستقبل 1,000,000 سائح جزائري على الأقل،
أيضا التعاون في المستوى الأمني في محاربة العنف، في محاربة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، توقيع اتفاقية التبادل الحر بين تونس والجزائر. هذه العلاقات تنمو بسرعة كبيرة، وكل ذلك شرط من شروط النهضة أن نحقق الوحدة داخل أوطاننا، وأن نحقق الوحدة بين أقطارنا، وأن نحقق شروط النهضة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.